السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله حناخد مواصفات العينة الضرورية لفحوصات الهيموستاتيك تيست. هذه الفحوصات عشان أنا أقدر أشتغلها لازم يكون عندي عينة، والعينة هي مجموعة بطريقة صحيحة، حيث أنه كفاءة جمعنا لهذه العينة بتشكل أكثر من 95% من صحة نتيجتي. الآن أول حاجة، العينة التي يجب أن تجمع لها فحوصات الهيموستاسيس لازم تكون في سيتريت كأنتي كوأجولانت، وبستخدم السيتريت بتركيز 3.2% تراي صوديوم سيتريت. عملية الميكسينج ما بين البلد والأنتي كوأجولانت هي كريتيكال ريشيو، لازم أحافظ على حجم واحد من أنتي كوأجولانت مقابل 9 حجوم من البلد. وعملية الجمع الدم لازم تكون نون تروماتيك فين بانكشر، بمعنى أنه أجمع عينة الدم وأسحبها عن طريق عملية سحب دون حدوث أي مشاكل، لأنه أي مشاكل تحدث في عملية سحب الدم بتؤدي إلى تنشيط عوامل التجلط، بالتالي بتتنشط قبل ما أنا أبدأ فحصي، في النهاية حتعطيني نتائج غير صحيحة. لازم أستخدم النيدل يكون فتحة الجوج تبعتها عبارة عن 20 إلى 21 جي. أيضا التورنوجيت لازم ما أخليهوش فترة طويلة على إيد المريض، لأنه هذا بتحفز وبتنشط عوامل التجلط. شغلة تانية، أنه الدم لازم أجمعه في بلاستيك، الدم لازم أجمعه في بلاستيك اتيوب، نجمعه في بلاستيك اتيوب أو نحطه في سيليكونايزد اتيوب. تمام، سيليكونايزد اتيوب هي عبارة عن أنابيب مبطنة من الداخل بمادة السيليكا بحيث تمنع احتكاك بين الدم واللي هو الاتيوب. لو أنا كنت بدي أستخدم الجلاس اتيوب لازم تكون مبطنة من الداخل بسيليكا عشان أمنع عملية تنشيط عوامل التجلط بملامستها لشحنة الشحنة السالبة اللي هو ملامستها للجلاس، أو أجمعها في بلاستيك تيوب. تمام، ما فيش بلاستيك تيوب البديل إنه تكون جلاس تيوب لكن مبطنة بالداخل بمادة السيليكا تمنع احتكاك عوامل التجلط مع، أو تمنع احتكاك الدم مع اللي هو الجلاس. تمام، بالتالي يعني هيك لما بجمعها بالبلاستيك تيوب أو سيليكونايز تيوب منع تنشيط عوامل التجلط وتنشيط الصفائح الدموية. تمام، الآن لازم أنا أعمل عملية فيلينج زي ما حكينا لعينة البلد ماء في الأنبوبة بطريقة كريتيكال، بمعنى أنه لو كان أنا عندي أندر فيلينج، بمعنى أنه كمية الدم أقل من المطلوبة، بالتالي حيكون هناك تأثير للأنتيكوأجولانت على العينة. تمام، حيكون في عندي أنه كمية البلد أقل من كمية المطلوبة نحط فيها، بالتالي حيكون عندي كمية الأنتيكوأجولانت عالية. الصوديوم سيترات بيشتغل انه بيمنع عملية التجلط عن طريق انه بينزع الكالسيوم او بيحوله من فري الى باوندد. تمام، وهذا هو الروتين أنتيكوأجولانت المستخدم في الاي بي تي تي والبي تي. تمام، الان منع التجلط عن طريق نزع الكالسيوم بفعل ترايسوديوم سيترات، لكن فحص البي تي والبي تي تي لازم انا اضيف كالسيوم عشان اشوف عوامل التجلط كيف بتشتغل. لازم اضيف كالسيوم بطريقه متحكم فيها من حيث التركيز والكميه، عشان هيك انا بلغي وجود الكالسيوم من عينه المريض نهائيا، بالتالي انه كل المرضى عندي حطيتهم في نفس الظروف، نفس الظروف انه انا ما اثرش الكالسيوم تبع كل شخص موجود في بلازمة. وإحنا عندنا كالسيوم، طبعا كالسيوم طبعا الطبيعي من 8 إلى 10.5. لو فرضنا ناس عندها أكثر من 10.5، ناس في عندها 9، ناس في 8، ناس في عندها أقل من 8، فبالتالي الكالسيوم الموجود في العينة لو أنا بدي أعتمد عليه معناته مش حيعطيني نتيجة ثابتة حقيقية. عشان هيك لازم أستخدم أنتيكوأجولانت يرتبط مع الكالسيوم الموجود في عينة هذا الشخص، وبالتالي أنا بضيف الكالسيوم بطريقة متحكم فيها من حيث الكمية والكونسنتريشن، بالتالي أنا ثبتت ظروف الفحص عند جميع المرضى، وبالتالي ما صارش الكالسيوم عند كل واحد هو يؤثر على النتيجة. طيب، عشان يبدأ أشوف عوامل التجلط ده تشتغل لازم أنا أضيف الكالسيوم زي ما حكينا على هيئة كالسيوم كلورايد بتركيز محدد وكمية محددة. تمام، الآن لو كان أنا عندي أنتيكوأجولانت زيادة، الأنتيكوأجولانت هذا زيادة معناته بقيت جزيئات من صوديوم سيترات حرة، حتتفاعل مع إيش؟ حتتفاعل مع الكالسيوم كلورايد اللي أنا ضفته اللي هو كريجنت، وبالتالي حتستهلك من الريجنت، بالتالي بطل عندي في ظروف متحكم فيها. تمام، إذا لو كان عندي أنا فري أنتيكوأجولانت بسبب عدم الفيلينج الصحيح لعينة البلد مع الأنتيكوأجولانت، معناته عندي
جزيئات من الانتي كوجولانت حره حتتفاعل مع الصوديوم كلورايد، سوري حتتفاعل مع الكالسيوم كلورايد اللي انا بضيفه، وبالتالي حتستهلك من الريجنت. شغله ثانيه، نفس التاثير بكون عندي لو كان عندنا هيماتوكريت الشخص عالي اكثر من 55%. فانا لو جمعت عينه الدم بنسبه 1:9، يعني حجم 1 انتي كوجولانت مقابل 9 حجوم من البلط، قالك معناته حيكون في عندي اكسترا انتي كوجولانت. ايش الفكره؟ الفكرة تكمن انه الناس اللي عندها 55% واكثر هيماتوكريت معناته كمية البلازما عندها قليلة، فبالتالي حيتفاعل الانتي كوجولانت مع مع الكالسيوم الموجود في كمية البلازما، ويبقى لانها البلازما قليلة فحيبقى جزيئات من الانتي كوجولانت حرة، وهذه الجزيئات اللي حتتفاعل مع الكالسيوم كلورايد اللي انا بضيفه كريجن. فتاثير الاندر فيلينج نفس تاثير اللي هو الهيماتوكريت لما يكون اعلى من 55%، والعكس تماما يحدث اذا كان عندي الهيماتوكريت اقل من 20%. اقل من 20% معناته كميه البلازما كبيرة جدا، بحيث انه لما انا بضيف عينة الدم بنسبة 1:9 الانتي كوجولانت حتتفاعل مع الكالسيوم الموجود، ويبقى جزيئات حرة من الكالسيوم، بالتالي هذا الكالسيوم حيزود تركيز الكالسيوم الموجود في العينة لما أنا أضيف اللي هو الريجنت على هيئة كالسيوم كلورايد. فبالتالي لازم عشان أتغلب على هاي المشكلة، لازم إذا كان هيماتوكريت هذا الشخص زايد أو ناقص أعلى من 55% أو أقل من 20%، لازم أتبع الفورمولا التالية، بحيث أنه حجم الأنتي كوأجلانت اللي أنا بدي أضيفه على عينة الدم لشخص معلوم الهيماتوكريت، بحيث أن يكون الهيماتوكريت إما أقل من 20% أو أعلى من 55، بيكون 185 × 10,000 هو هذا تركيز الصوديوم سيترات ضرب حجم الدم اللي أنا بدي إياه مضروب في 100 ناقص الهيماتوكريت، تمام؟ حيث الفي هو عبارة عن حجم الأنتي كوأجولانت بالمليلتر، البلد فوليوم هي كمية الدم اللي أنا بدي أسحبها من هذا الشخص، ولازم أكون عندي علم ب اللي هي نسبة الهيماتوكريت تبعته. نسبة الهيماتوكريت لو كان مثلا نقول 20% يعني 20 100 ناقص 20 بضل هنا المجموع عبارة عن 8، تمام؟ فلو فرضنا أنه أنا بدي أسحب 4 ملي بلد لشخص هيماتوكريت 60%، فبطبق المعادلة عن طريق اللي هو حجم الأنتي كوأجولانت اللي أنا بدي أخده، عبارة عن 185 × 10,000 ضرب 4 ملي اللي بدي إياهم ضرب 100 ناقص 60، بيطلع 286 من 1000، يعني حوالي 296 مايكرو، يعني تقريبا بدي أخذ 300 مايكرو أو 3 من 10 ملي، تمام؟ إذا 3 من 10 ملي من الصوديوم سيترات بدي أضيف لها كمية 4 ملي من البلط. طيب الآن لو كان بالمقابل شخص عنده هيماتوكريت مثلا 25% وأنا بدي أجمع منه 3 ملي، فبقول نفس الفكرة، 185 × 10,000 ضرب 3 ضرب 100 ناقص 25، بيطلع كمية الأنتي كوأجولانت بدي أسحبها عبارة عن 416 مايكروليتر من اللي هو الصوديوم سيترات. بمعنى الحكي انه كل ما نقص الهيماتوكريت لازم انا ازود كمية الانتي كوأجولانت، كل ما زاد الهيماتوكريت لازم اقلل كمية الانتي كوأجولانت، وهذا ليس على اهوائنا وانما حسب المعادلة الموجودة قدامنا. ايضا في معادلة اخرى وبتحقق لي نفس الغرض، لكن هاي المعادلة بتحسب لي قديش انا بدي اضيف، بتحسب لي قديش كمية الانتي كوأجولانت كلها، كمية الانتي كوأجولانت اللي بضيفها للواحد مل. فمثلا لو قلنا 100 كمية الانتي كوأجولانت لواحد مل بتساوي 100 ناقص الهيماتوكريت على 595 ناقص الهيماتوكريت. فلو كان الشخص هيماتوكريته 60% بدي أقول 100 ناقص 60 على 595 ناقص 60 بتطلع اللي هو حوالي 75 من 1000 من المل لكل واحد مل من البلد. لو أنا ضربتهم في 4 هحصل على نفس الكمية اللي هي 3 من 10، نفس اللي هو توصلنا من المعادلتين إلى أنه نفس النتيجة، لكن المعادلة الأولى تحسب كمية الأنتي كوأجولانت كمية الأنتي كوأجولانت لكل الدم اللي أنا بدي أسحبه، لكن في هاي المعادلة بتسحب بتبين لي قديش كمية الدم اللي أنا بدي أسحبها للملي الواحد، تمام؟ الآن في الهيموستاتيك تيست عشان أنا أفحص فحص البي تي والبي تي تي بيلزمني نوع معين من البلازما. هاي البلازما
طبعا في عندي انا قبل ما ندخل على تفصيله البلازما، عندي نوعين انا من البلازما اللي انا بجمعها. في عندنا بليتلت بور بلازما وبليتلت ريتش بلازما. البليتلت بور بلازما هي عباره عن بلازما تفتقر الى الصفائح الدمويه، بينما البليتلت ريتش بلازما هي بليتلت او بلازما غنيه بالصفائح الدمويه. طب انا كيف احصل على بي 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 وبي ار بي؟ قال لك عن طريق عمليه السنتروفيوجيشن. فقط الاختلاف في السنتروفيوجيشن، لو انا فصلت عينه الدم بعد حطيتها في الصوديوم سيتريت على سرعه 4000 راوند بير مينيت لمده ربع ساعه، هحصل على بليتلت بور بلازما. وهذه البليتلت بور بلازما هي البلازما اللي انا بستخدمها في فحص البي تي والبي تي تي والثرومبين تايم. لكن البليتلت ريتش بلازما هذه بتلزمنا للكشف عن كفاءه الصفائح الدمويه. تمام، كيف انا بدي افصل بليتلت ريتش بلازما؟ اني افصلها على سرعه منخفضه 1000 راوند بير مينيت لمده 10 الى 15 دقيقه. الان بالنسبه للبي ار بي عشان استخدمها لكفاءه الصفائح الدمويه لازم يكون عدد الصفائح الدمويه فيها ما بين 200 الى 400 في 10 اس 9 لليتر. تمام، اذا البليتلت بور بلازما هي البلازما الضروريه او ضروري جمعها لايش؟ لفحوصات البي تي والبي تي تي. بمجرد عمليه السنتروفيوجيشن لها على 4000 لمدة ربع ساعة، 4000 راوند بير مينت لمدة ربع ساعة، لازم أفصل البلازما عن الخلايا، ما خليش البلازما موجودة على الخلايا، لأنه هذا ممكن تنخلط مع بعض وممكن يسبب تكسر لخلايا الار بي سيز وبالتالي بصير في عندي هيموليسيز. وأيضا عشان أمنع فقدان ثاني أكسيد الكربون واللي بيأثر على البي اتش، لازم أعمل كاب للتيوب أسكر هذه الأنبوبة وأفصلها زي ما حكينا بشكل سريع جدا، اني افصل البلازما في انبوبه بلاستيك تيوب وافصل حوالي اخذ ثلثين البلازما. ليش مش كل البلازما؟ قال لك خوفا من يصير كونتامينيشن او تلوث لعينه البلازما تبعتي بي اللي هو عينه بي بالبلد، تمام، او بخلايا الار بي سي. ايضا قال لك لازم نتعامل بشكل جنتلي مع العينه، ما تعملش بشكل عنيف. ليش؟ لانه في بعض الفاكتورز تتاثر بالحركه العنيفه زي فاكتور رقم 5 وفاكتور رقم 8، وايضا بيحدث لهم عمليه تدمير بشكل سريع في التعامل العنيف مع العينه. شغله ثانيه انه لازم انقل العينه في ايس، في تلج. ليش التلج؟ قال لك التلج بيمنع اللي هو نشاط فاكتور، بيمنع نشاط الفاكتورز، لكن في نفس الوقت ما ازودش فتره التبريد عليها، لانه فتره التبريد بتنشط فاكتور 7، وهذه تنشيط فاكتور 7 بنسميه كولد اكتيفيشن اوف فاكتور 7. لازم عمليه الكولينج تكون اللي هو لا تزيد عن ساعتين، لانه تنشيط فاكتور 7 بيحدث بعد ساعتين من عمليه التبريد. الان الهيموليسيز، لو كانت العينه فيها هيموليسيز لازم ارفضها. ليش؟ قال لك لانه الهيموليسيز بنشط عوامل التجمط، فبالتالي اذا انا استخدمت عينه فيها هيموليسيز فنشيط العينه بدا قبل ما انا اشتغل الفحص، حيعطيني نتيجه خاطئه. في عندنا ايضا لو كانت العينه فيها نسبه دهون عاليه او اكتيريك لايبيميك او اكتيريك، اكتيريك اللي هي نسبه بيليروبين عين عاليه، قال لك لازم انا اسجلها، اعملها ريبورتنج، اسجلها في الريكوست او في طلب الفحص لهذا الشخص، اسجل انها كانت حالتها اما اكتيريك او لايبيميك، ويفضل دائما اني اطلب عينه جديده، يطلب عينه جديده. بالنسبه لللايبيميك اللي هو الشخص اللي عنده كمية دهون عالية في دمه، بطلب منه انه يصوم لمدة 10 ساعات وبعدين يرجع نسحب منه العينة مرة تانية. دائما لازم نشيك على درجة حرارة الووتر باث، لازم يكون درجة حرارته 37 درجة زائد او ناقص 2 من 10، يعني مسموح لي اقل من 37 باثنين من عشرة واعلى من 37 باثنين من عشرة، يعني الرينج تبعي من الرينج تبعي حيكون 36.8 الى 37.2، هذا هو الرينج المسموح، الرينج صغير جدا. تمام، معناته انه درجه الحراره لازم تكون فيري كنترولد، انا متحكمه فيها عشان عوامل التجلط تلزمها تشتغل في درجه حراره زي درجه حراره الجسم. لازم اشتغل كنترول مع عينتي، تمام، وايضا لازم يكون عندي الكنترولات اللي هو بثلاث مستويات اللي هي النورمال والهاي واللو. لازم يكون عندي عينه كنترول، عينه طبيعيه، عينه فيها زمن عالي، واللي هو عينه منخفضه. واشتغلهم مع مين؟ مع عينه المريض. دائما لازم اشتغل عينه المريض دوبليكيشن. ايش يعني دوبليكيشن؟ اشغلها مرتين واخذ الافرج، اخذ معدلها. البايبت اللي انا بستخدمها لازم تكون معايره بشكل مستمر، لازم تكون معايره. في حاله الهيموستاتيك تست
لو انا ما كنتش إيه، لو انا ما قدرتش اشتغل الفحوصات هذه بشكل سريع على البلازما لسبب ما، عندي ضغط شغل او غيره، قال لك في هاي الحاله الديليد بدي اتجنب تاخر العينه باني احطها على طول في فريزر، اعملها فرزنه سريعه. والان اجى موعد اني اشتغلها، نزلتها من الفريزر، بنزلها على 37 على طول، بحطها في ووتر باث، ولازم مجرد ما تدوب البلازما اشتغلها مباشره والا العينه بتفسد. تمام؟ اذا معنى الحكي انه لو انا بدي اخر العينه لسبب ما لازم افرزنها بشكل سريع على طول. في حاله إذا كان عندي في عينة المريض برولونج، يعني الزمن البي تي والبي تي تي عالي، لي لشغلة أنا مش قادرة أفسرها، قال لك لازم أسأل اللي جمع العينة هل المريض بتعالج بهيبرين أو غيره. تمام؟ هيك بنكون انتهينا من آلية جمع العينة. يعطيك